هل الخمار فرض للمرأة وما هو الحجاب الشرعي؟ الحجاب الشرعي هو ما يستر المرأة ستراً كاملاً، ستراً كاملاً بما في ذلك وجهها وكفيها كفاها وقدماها، هذا هو الحجاب الشرعي. وحجاب الوجه خاصة هو الخمار، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الجلال الكبير، تدني منه على وجهها، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن معنى يدنين، فأخذ طرف ثوبه وغطى به وجهه رضي الله عنه ليفسر بذلك الآية للسائل.